ما هو مكتوب ومنها ما هو مرسوم ومنها ما بدأ يطال هيبة الدولة الأردنية ودول عربية شقيقة عزيزة غالية على الأردن والأردنيين. رفضناها بالشباب فرفضتنا بالمحبة والدعم. كل ذا وذاك نقبل به إذا كان ضمن سياق الحق والكلمة الموثوقة ومخافة الله. إذا كان لدى البعض بينة فالبينة على من ادعى واليمين على من أنكر. لكن أن تطال هذه الاتهامات دولاً عربية شقيقة ودولة الإمارات العربية المتحدة التي ما كانت يوماً إلا مع زايد كبير منطقته وأحد كبار الأمة رحمه الله، إلا واقفة وقفة شرف عز مع الأردنيين ومع العرب أجمع بالتوظيف والاستقبال والرفادة والحفاوة. فنحن هنا نقول فلنتروى جميعا ولننبذ التوتر والتطاول وليعيد البعض حساباتهم، لأن بعضا من هذه الترهات قد بدأت تتطاول حتى بدأت تنخر بالعظم. فمن منطقة جاذبة للاستثمار أصبحنا نحن أو بعض منا نهدد هذا الاستقرار لاستمرار الاستثمار وتنميته. إننا هذا اليوم نتوجه إلى الجميع ولإخواني الإعلاميين بالمسموع والمرئي والقطاع العام والخاص وإلى الصحافة الأردنية التي أعادت ألق الصحافة وحصافة الكلمة، وإلى كل الشرفاء في المنطقة أن يشرع قلمه ويفتح قلبه ويرى الوطن من ثقب قلب مؤمن وينير العقل دربنا والعقلانية طريقنا. من على هذا المنبر أتحدث إليكم ولست بأفضلكم بأن الاتفاقيات التي سرت مع المعبر وإنما ما تم وضعه بالعقبة في هذا المشروع هو لبنة خير والعقبة على الطريق الصحيح. ومن لديه كلام آخر فليأتي لنا وليحاورنا وليتكلم معنا، لأننا الطرف الأول والأخير في هذه المعادلة في العقبة الاقتصادية الخاصة. خلال العشرة شهور الماضية نبني لبنات على ما بناها من سبقنا، ونحن في هذه العقبة التي لن تعود إلى الوراء بإذن الله بهمة أهلها وسكانها والعاملين بها وعلى رأسهم نواب المنطقة ورؤية سيدي صاحب الجلالة عبد الله الثاني بن الحسين بأن حلمه الملكي النير قد أصبح حقيقة واضحة المعالم. نحن نحاول معا أن نعيد الألق للعقبة وأن نعيد الرحى إلى مجراها. فهذه مبادلة مع سرايا، وهذه آيلة، وهذا مرسى زايد يحمل اسماً طيباً قد بدأت تشكل نواة المستقبل. ومن 3500 فرصة عمل في عام 2000 إلى 32,000 فرصة عمل في العقبة الخاصة، منها 24,000 فرصة عمل حالياً لأردنيين على الضمان الاجتماعي. هذه عقود البناء تبنى بسواعد أردنية وعمالة أردنية ومبالغ طائلة بالحق تصرف شهرياً هنا وهناك للعاملين، ولن أدخل في الأرقام لأنها واضحة ونشرناها مراراً وتكراراً. الفضليات الأفاضل، ومع ذلك ما زال البعض يشكك هنا وهناك ويتطاول على مؤسساتنا التي هي مؤسساتهم وعلى استثماراتنا التي هي استثماراتهم بطريقة أو بأخرى ضاربين بذلك عرض الحائط. إنني هنا وبصفتي رئيساً لمفوضية العقبة الاقتصادية الخاصة، قد تكرم علي وزير المالية ووزير الصناعة والتجارة بالاجتماع مع شركاؤنا بالمعبر لنتحدث إليكم وبنقل رسالة واضحة إلى كل الوسائل المسموعة والمرئية وإلى كل من يحاول العبث أو التجريح أو التطاول بما ليس فينا، بأن القانون سيكون والقضاء هو الفيصل لحفظ الحقوق ما بيننا وما بين من يريد أن يمس هيبة الدولة الأردنية في استثماراتها في العقبة الخاصة.
إخواني، تحدثنا بإسهاب وأوضحنا مرارا بأن الاتفاقية مبرمة ما بين الحكومة الأردنية وشركة المعبر، وهي عبارة عن مجموعة من كبرى الشركات العقارية والاستثمارية في الإمارات العربية المتحدة، التي نفتخر بإنجازاتها وبالشراكة معها، إن التشبه بالكرام فلاح. فإنني أقول بأن الاستثمار إذا بدأ يخرج سربا هنا وهناك، فلنعلم جميعا أن السبب هو بعض الجهات التي تحاول أن تبتزنا، فنحن لا نستجدي أحد، ولدينا بالبراهين ما يثبت ذلك، ولسنا هنا في مجال اتهام، ولكن للدفاع عن هذا الوطن فيما يخصنا كمسؤولين في الدولة الأردنية. في العقبة حلفنا يمينا بأن نكون أوفياء في هذا الوطن الذي ولد في محيط متلاطم وما زال، ولكنه حصين منيع بإذن الله. وما جاء البارحة في خطاب سيدي قائد البلاد يؤكد لنا أننا أردنيون حتى النخاع، ولسنا دعاة عنف، ولسنا دعاة انتقام، بل أهل كرام نرفد الجميع ونحتوي ما لا يستطيع غيرنا احتواءه في هذه المنطقة. إني أتوخى من الجميع وأطلب الهدوء والتروي، وإنني لن أتوانى على أن نشرع قلمنا وحصافتنا مع الصحافة في الضمان عن الدفاع عن سلطة العقبة الاقتصادية الخاصة وعن محافظة العقبة. وها هم نواب الأمة قد ساهموا بزياراتهم المتكررة إلى العقبة مشكورين، لأنهم نواب لنا كما هم نواب علينا. بالإشادة بهذه الاستثمارات التي طاولت السماء في رفع سوية الوطن، فلهم منا الشكر والاحترام. أما للصحافة السلطة الرابعة التقدير والاحترام مهما كانت كتاباتهم. ونحن على استعداد للدفاع عن العقبة واستثماراتها، لأن ما يقوم به البعض ما هو إلا خطر على الدولة في محاولة بائسة لهدم سير الإنجازات. سنكون المدافعين عن هذه الإنجازات معكم وتعظيمها، فأهل العقبة وسكانها والعاملين بها هم أدرى بمصالحها معنا كمسؤولين. فمن يريد أن يلوي ذراعنا هنا أو هناك، وبدون ذكر أسماء، أرجو من الجميع أن يعلم بأننا لم نعتاد في الأردن على بعض ما يطالنا من هنا وهناك وبهذه الأساليب الذي ابتعدت عن المهنية والخلق الرفيع. لقد حاولنا أن نوضح أين نقف من المعبر، ومن هنا سأتحدى بأن ما قمنا به مع مرسى زايد كان فخراً لنا كأردنيون، عندما طلبنا منهم نحن الأردنيون القدوم للاستثمار والعمل معنا لرفضنا ورفض ميزانيتنا عندما كنا بحاجة لذلك، والتفاصيل لاحقة بعد المؤتمر، وهو النموذج الأفضل للاجتهاد في ذلك الوقت. ولكننا في هذا المجال لا نملك إلا أن نقول ربنا اهدنا ويسر لنا من أمرنا رشدا. حفظ الله الأردن موطنا للأحرار والشرفاء وحاضنة خير كما أرادها الهاشميون، سادة حلم وليس سادة حكم فقط. حفظ الله الإمارات العربية المتحدة وإمارة أبو ظبي. للمعبر منا تحية، ولكم منا اعتذار إن بدر منا تقصير. حفظ الله كل من حاول زرع بذرة حق وخير، ومن يزرع شوكا وحقدا سيكون مرده عليه. فنحن نرى الوطن بقلب مؤمن مفتوح لا بعين حاقد، نتفاءل بالخير فنجده. أما أقلام تظهر هنا وهناك لا تسمن ولا تغني من جوع، فإنا على الدرب نسير ونحن في مركب واحد، وإن أصاب المركبة سوء أصاب الجميع، وليتحمل من يريد بنا شرا سوء عمله. سيكون الأردن بالمرصاد لكل محاولة لزعزعة استقراره. بهذه المناسبة أتقدم بجزيل الشكر للمستثمرين الأردنيين في العقبة أيضا، ولأهل العقبة ونوابها، مقدرا جهودهم ودعمهم. حمى الله الأردن حماكم جميعا، والحمد لله على نعمة الاستقرار والأمن، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.